يدنس من اللؤم عرضه. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. سموئيل ابن عادية، هذا الشعر للسموئيل ابن عادية من شعراء اليهود، وهو مشهور بالوفاء. الوفاء هذا يضرب به مثل في الوفاء. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. لم يدنس، هذا من دنس يدنس دنسا، دنس يدنس دنسا، أي كدرة كدرة، وأصابه الدنس والوسخ، دنس ووسخ وكدرة وتربة وتلطخ بالأذى، تلطخ بشيء من القذر قذرة. فهمت؟ عرض، عرض الرجل، نعم، ما يعاب به الرجل أو يمدح، ما يعاب به الرجل ويمدح، وهو عبارة عن ما يحمله من الخلفيات ومن النسب ومن الأخلاق ومن الأهل ومن المحيط ومن النظريات ومن الأعمال ومن التاريخ في حياته، كل ذلك يكون عرضه، كل ذلك يكون عرضه. اللؤم، اللؤم من لؤم يلؤم لؤما، فهو لئيم. لؤم يلؤم لؤما فهو لئيم، وهو ضد الكريم. كرم يكرم كرامة فهو كريم. لؤم أي نذل وأتى بأعمال سخيفة غير مرضية، واتصف بالبخل والشح والحرص والطمع وساءت أخلاقه وساءت نفسه، فهو لئيم. فهمت؟ فإذا كان الإنسان لم يدنس عرضه من أجل اللؤم، من أجل لؤم طبعه ومن أجل خسة نعم جبلته ومن أجل تدهور أخلاقه ومن أجل تسفل أعماله، فإذا كان هو لم يدنس عرضه وكان عرضه صافيا، كان عرضه صافيا أصفى من عين الديك، كان عرضه أصفى من عين الديك، هذا مثل، إن عرضه أصفى من عين الديك، أو إن هذا الشيء أصفى من عين الديك، يجيز اس کی مرغے کی آنکھ سے زیادہ صاف ہے، تو یقال له اصفى من عين الديك، هذا مثل.
نعم. فكان عرضه صافيا نظيفا. وكان ذيله عفيفا، كان ذيله عفيفا لم يدنس ذيله ولم يتوسخ بشيء مما يسيء إلى سمعته. نعم. فكان الإنسان عفيفا عفيفا نقيا صافيا كريما، كان عرضه مصونا، كان عرضه مصونا لم يكن مجروحا، مصون يعني محفوظ، محفوظ من كل أذى ومن كل شيء وعيب. فلا بأس بعد ذلك أن يرتدي رداء خشنا ورداء رخيصا ويكتسي لباسا متواضعا، لباسا غير جميل ولكنه جميل الخلق، ولكنه رشيق الأخلاق، ولكنه جذاب في شخصيته. فكل رداء يجمل بهذا الرجل، وكل ثوب كل ثوب يكون قشيبا، كل ثوب يزينه وهو يعني لا ينقص قيمته. نعم. نقص قيمة ثوبه ليس مما ينقص قيمة هذا الرجل، لأن قيمة الرجل بعرضه وبخلقه وبنقاء أخلاقه وبصفاء مروءته، ليست قيمة الرجل بالثياب الغالية وبالملابس الفاخرة القشيبة الجميلة. نعم. فعليك بصيانة عرضك، عليك بصيانة عرضك من الدنس ومن الكدر ومن القدر، لا يمس عرضك شيء. احرص على صفاء عرضك كل الحرص، احرص على سمعتك ألا تسوء سمعتك. نعم. احرص على شفافية أخلاقك، بعد ذلك لا يهمك أن تكون خالي الجيب، صفر اليد، حافي القدم، عاري المنكب. نعم. لا بأس أن تكون بعد ذلك، كن ما شئت، فقد يكفيك أن تستر عورتك بأي ثوب، وإن كان رخيصا وإن كان متواضعا، ولكنه يجمل عليك إن شاء الله تعالى. فيقول الشاعر: إذا المرء لم يدنس من اللبن عرضه، يعني إذا كان عرضه صافيا باقيا مصونا نظيفا، لم يدنس عرضه ولم يتسخ عرضه ولم يوحل نعم عرضه ولم يتدنس كرامته من لؤم الأخلاق، فكل رداء جميل على جسم هذا الرجل، كل رداء يرتديه ويلبسه يرى جميلا، يبدو جميلا،
ولا ينقص اللباس المتواضع لا ينقص اللباس المتواضع كرامة هذا الرجل ولا يسيء إلى سمعته ولا ينزله من مكانته ولا ولا يدفع من مجالس العلم ومن محافل الكرماء بل كل واحد يرحب به أهلا وسهلا مرحبا أنت رجل قيم أنت رجل غالي لأن عرضك مصون لأن خلقك طيب لأن أحلامك وآمالك وشخصيتك معروفة فأنت عزيز علينا أنت تحتل مكانة عندنا أنت قد حللت من نفوسنا موقعا كل موقع نعم نحن ننزلك من سويداء قلوبنا ويكون جميلا هذا الرجل وأما إذا كان الرجل قد لبس لباسا فاخرا وقد احتذى حذاء غاليا وقد تعمم بعمامة رفيعة جديدة قشيبة وما إلى ذلك وقد لبس حلة فاخرة ولكن هذا الرجل سيء الخلق ولكن هذا الرجل دنس العرض ولكن هذا الرجل لئيم الطبع ولكن هذا الرجل نذل شحيح بخيل فلا يرفعه لباسه ولا يحله في محافل الكرماء محلا لائقا به بل كل واحد يحتقره ليس القيمة من أجل رفعة الثوب بل القيمة كل القيمة والاعتبار كل الاعتبار بالعرض والخلق والنفس والشرف والكرم والوقار والحشمة والحياء وما إلى ذلك من الأخلاق التي تكون عرضه نعم فعلينا أن لا نعم ألا يكون عرضنا ناقصا إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل لماذا هكذا؟ انتهى الحبر وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل ضيم الموت الظلم الضيم الظلم ضام يضيم
ضيما يعني الظلم وهضم الحقوق والإساءة إلى أحد ضامه أي نعم ظلمه ونعم نقص حقوقه طفف معه الكيل لم يعطه حقه بل وضعه في غير موضعه وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل يعني إذا كان نفس الإنسان تضام تظلم و نعم تذاق المصائب نعم و نعم قد نعم تصب عليه المظالم نعم تصب على النفس المظالم نعم وينحط عليه الضيم فعلى الإنسان أن يحمل على نفسه هذا الضيم هذه المصيبة يحمل على النفس أي يحتملها ويصبر عليها ويكظم الغيظ ونعم يكون حمالا للمصيبة نعم ويكون صبورا على الأذى يحمل على نفسه أذاها ولا يثور ولا يتسرع ولا يترك سبيله ولا ينحرف عن قصده ولا يترك وظيفته لماذا؟ لأن كل واحد ويظلمني وأنا أترك هذه الوظيفة أنا تركت هذه المدرسة لماذا؟ لأن مدير هذه المدرسة كان لا يعطيني حقه فإذا كان الإنسان سريع الغضب وكان لا يحتمل الأذى والظلم على نفسه فلا يكتسب ثناء جميلا ولا ينال سمعة طيبة نعم ولا يصل إلى القمة الشامخة بل لابد أن يواجه الإنسان الظلم هذا الإنسان عرضة الإنسان في حياته عرضة للظلم والضيم والمصائب والشدائد والإساءة من صاحبه من أخيه فعليه أن يصبر على كل ذلك ولكن ليس معنى ذلك أن يهين نفسه هو لا يهين نفسه ويعني لا يعمل أي شيء يهين نفسه مثلا هو لا يسأل من لا يعطيه أما إذا سأل اللئيم فهذا لؤم إذا سأل البخيل هذا لؤم ولكن أنا أحتفظ بأخلاقي أنا أواظب على وقتي أنا أؤدي مسؤولياتي ليس يظهر وليس يصدر مني أي تقصير في أي عمل وفي أي مسؤولية من مسؤولياتي بعد ذلك أيضا يسيء إلي الناس وبعد ذلك أيضا يظلمني الناس فعلي أن أصبر عليه إذا أردت مكانة مرموقة وإذا اشتهيت الرفعة والسمعة
إذا أردت نعم حسن الأحدوث وحسن الثناء فعلي أن أصبر على كل ذلك وأن أحتمل وأن أكظم غيظي أن أكظم الغيظ نعم وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل لا بد من احتمال الضيم والظلم نعم وهذا لكل شيء يعني موضع متى يجب عليك أن تثور متى يجب عليك أن تعبر عن ما شعرت في نفسك من الغضب ومن الإهانة نعم كيف تظهر ذلك ولكن مهما كان من حال يحتاج الإنسان في هذا المجتمع وفي هذه الحياة المتغيرة وفي الظروف المتبدلة وفي هذه الحياة المكفهرة في هذه الأوساط نعم الأوساط الظالمة ويظلم ويضام ويهتضم حقه فعليه أن يصبر كل يعني كل صبر وإلا لا يجد إلى حسن الثناء سبيلا فهمت؟ إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل نحن نستخدم الكلمات من هذا الشعر فنقول دنس عرض هذا الموظف مما أتى به من الفحش فهمت دنس عرض فلان مما أتى به من الفحش فلان جو برايكي اسكي عزت دار هوگی نقول دنس عرض فلان مما فعل من الفحش نعم فهمت لم يدنس من اللؤم عرضه نعم فكل رداء يرتديه جميل وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل ليس إلى النجاح والسعادة والسرور سبيل بدون الجد والصبر فهمت ليس إلى النجاح والسعادة والكرامة والشرف سبيل بدون الجد والصبر کامیابی کا سعادت مندی کا خوشی کا کوئی راستہ نہیں کوشش اور صبر کے بغیر فنحن استخدمنا من هذا البيت بعض الكلمات وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها نعم هذا العامل
صبور. حمال. حمال الظلم والضيم. هذا العامل صبور على الأذى. صبور على الأذى. حمال الظلم والضيم. یہ کارکن مصیبت پر صبر کرنے والا، اذیت پر اور ظلم اور یعنی ناانصافی کو برداشت کرنے والا ہے، گوارا کرنے والا ہے. حمال الظلم والضيم لم يحمل على النفس ضيما. نعم، ويركب الأخطار. يركب الأخطار.